بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية لمادة اقتصاديات الموارد الطبيعية لدبلوم الاقتصاد الإداري الفرقة الأولى. نتكلم فيها عن أساسيات التحليل الاقتصادي للموارد الطبيعية. تم التعرض لأنواع الموارد الطبيعية سواء موارد متجددة أو موارد غير متجددة وتقسيمتها. أيضا شرط الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية بصفة عامة. وأنواع ندوب الموارد الطبيعية سواء ندوب جيولوجي أو ندوب اقتصادي. تعرفنا على معدل الخصم الاجتماعي والكفاءة الحركية للموارد. أيضا خدنا تمرين لاستخراج المورد الآن أم بعد مدة زمنية. ده مثال هام، الطريقة الأولى للحل، الطريقة الثانية للحل. أيضا بنتعرف على معدل الخصم للقيام بعملية الاختيار سواء في الفكر الرأسمالي أو في الفكر الإسلامي.